مرة في السنة يقع مؤتمر علمي تكويني، لكن بقى انقطاع في البريود نتاع الكوفيد وتوا رجعنا. هو مؤتمر علمي هام جدا، لانه اول حاجه الاطباء سواء كان الاطباء الخط الاول ولا الاختصاص يتقابلوا في مؤتمر باش يبدلوا الخبره نتاعهم. والمؤتمر السنة تطرق على موضوع هام، يعني موضوع الصحه عموميه اللي هو مرض السكر ومشاكله، اسمه مرض السكر والإنجاب، مرض السكر والمرأة الحامل، مرض السكر والمشاكل على الأعصاب، مرض السكر ومشاكل القلب والشرايين، يعني مواضيع هامة. إضافة هو عادة سيتاني إكليرسيسمون، معناتها توضيح، إذا كان ثم دي نوفوتي، معناتها بيان سور ثم دي نوفوتي توجور، كون إكسبوز، معناتها باش الناس الكل يكونوا في بالهم. وهو اكثر فما زاد نقاش، معناتها مناقشات، كل واحد يشوف معناتها من شيرته، فهمتني؟ خاطر مش كيما توسكي اكاديميك معناتها تيوريك، كيما الناس معناتها سورتو هذوما لي ميدسان معناتها دو ليبر براتيك اللي هما كونفرونتي معناتها كوتيديانمون او مالاد. دونك اون ايسي دادابتي كيما تقول انت سكي تيوريك للظروف نتاع العمل، وزاد للظروف نتاع العمل بارتيكولارمون دون لي ريجيون كيما القروي. المره هذا هو المؤتمر الرابع لاطباء القطاع الخاص بالقيروان. كيف ما تعرفوا للاسف بعد الجائحه تاع كوفيد تعطل اغلبيه النشاطات في تكوين مستمر والمؤتمرات العلميه في جهه القروان. دونك انا ريبري اكتوالمون انا ريبري لي فيستيفيتي نتاعنا ولي فورماسيون ميديا كونتينيو، وهذه تتمحور في وسط الاحتفاليه نتاعنا بمرور 40 سنه على تكوين النقابه التونسيه للتنميه في القطاع الخاص. دونك هذاك علاش اليوم اون ريبري حاولنا باش نتم شنا اون ريبرون لا فورماسيون ميديا كونتينيو، والمؤتمر هذا يتمحور في الاتجاه هذا. والاهميه خصوصا تو في احنا في المؤتمر هذا نحطوا اكثر على الديابيت، على مرض السكري وتاثيراته على الاعصاب وعلى القلوبه في القلب والشرايين وعلى المراه الحامل. احنا اهم حاجه هو تلاقح بين الافكار والتواصل بين اطباء يقولوا الشريط الساحلي، للاسف مع المنظومه الصحيه في تونس تاع الشريط الساحلي في تكامل مع المنظومه الطبيه، ولو زوج منظومات للاسف في تونس، منظومه الجهات الداخليه، وذلك علاش التلاقح هذا والتواصل بين الاطباء اوسي بيان في الشريط الساحلي كيف المنطقة الداخليه ان شاء الله يكون يثمر لدي تحسين الخدمات الصحيه في جهه القروان. فيكم اولا مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين تاعكم. انا حبيت نبدا بالشكر الدكتور محمد ليوان اللي هو المنظم الدورة هذه، وعلى كل بالنسبة للقروان مش هي أول تظاهرة ومش هي مثل إن شاء الله مش هي آخر تظاهرة، بقى ثم حيوية خاصة في المنطقة. احنا نحيي كوريفا العمل هذا. في مخصوص التظاهرات الطبية بصفة عامة، هي تظاهرات خلينا نقول من جانب مهني هي إجبارية، إجبارية نظرا للمعلومات بحد ذاتها الطبية قاعدة تتجدد بشكل تصاعدي وبشكل فيسع مع الحكاية. والتكوين الأصلي اللي هو تعمل في الكليات عنده دور، والتكوين الفورماسيون ديفلوبمون بروفيسيونيل كونتينيو عنده دور آخر في كل البلدان بحدات، ولا بد من تضافر الجهود باش التكوين هذا يوصل. اولا ثم تظاهرات، وثانيا تظاهرات باش نرجع نحكي عليها تكون تمس اشكاليات حساسه، اشكاليات اللي تهم المواطن، تهم المريض، تهم لو سيستيم دو سونتي بحد ذاته يكون فوكاليزي. والحاجه الثانيه لابد من كما قلت سي لا بروسيكليك، لابد بطريقه منظمة وبطريقة فيها تداول سريع معناها بحد ذاته، لأن المعلومات الطبية قاعدة تتبدل بطريقة سريعة. باش نحكيو أكثر، نحكيو على أمراض القلب والسكري، كلهم تعكرات من تصلب شرايين في القلب وجلطات القلبية وتصلب الشرايين في الكلى وفي تابع لهم. ثم باش نحكيو في سورتو في المرحلة الثانية باش نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيل اي ديابيت، معناتها الذكاء الالكتروني والذكاء التقني والسكري. هذا الذكاء التقني او التكنولوجي عمل تغيير جذري في مرض السكر.
كان أصبح يسمح لنا باش نجم نعملوا تقصي مبكر، أصبح عملنا باش نتابعوا المداوات، باش نتابعوا التحاليل، وباش ننجحوا أكثر ممكن المريض. فالتقدم التقني هذا كان يمس كل الاختصاصات مش كان السكري، واليوم نحبوا نبدأ بالسكري، وفهم برشا مجالات أخرى متاع تقنيات حديثة غيرت نهائيا التحكم في الأمراض مثل السكري وغيره. في المرحلة الثانية باش نحكيه على لي نوفيل موليكول اي لو تريتمون ديابيت، اي الادويه الجديده في المداوات السكري. تبدلت حصر على الانسولين القديمه، وحد اصبحوا ديستيلو، والديستيلو تبدلوا انواع، والنوعيات الكل تغيرت في مصلحه المريض من ناحيه الفعاله ومن ناحيه سهله الاستعمال والمنظمه. ثم في مرحله ثالثه باش نقوموا بتقديم الاعمال الطبيه اللي قدموها أطباء شبان في سوسة قروان وتونس. وفي الأخير باش نقوموا بعملية ما يتسمى دي كيستيون بور شامبيون، باش نعملوا أسئلة في ثلاثة اختصاصات، في القلب وفي الأعصاب وفي الولادة، باش نجموا نقيموا أحسن جواب في المستوى دي وياخذ جائزة قيمة هو أحسن عمل طبي. بهذاك نعملوا الختام إن شاء الله متاع اليوم هذا، وإن شاء الله القروان ديما تشهد أيام طبية مثل هذه اللي هي تزيد كان في تقدم الطب وفي تقدم الجهة بصفة عامة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.